خبر ممتاز جدا صدر عن المحكمة الفيدرالية البارحة بخصوص عابرين الحدود من أمريكا إلى كندا طلبا في اللجوء. السلام عليكم. هاي الحلقة برعاية شركة عمرو حايك لاستشارات وخدمات الهجرة. حابين انكم تهاجروا الى كندا انتوا وعائلاتكم، سواء كانت عن طريق هجرة الاستثمار، هجرة الكفاءات والخبرات، هجرة الطلاب وبدكم تطلعوا وتدرسوا هون وتتخرجوا من المدارس والجامعات الكندية وتحصلوا على تصريح عمل وتعيشوا بكندا وتحصلوا على الجنسية الكندية في النهاية، موجودين في كندا وعم بتحاولوا انكم تقدموا الى اللجوء ومش عارفين من وينكم تبلشوا. شركة AIS لاستشارات وخدمات الهجرة فيها تساعدكم. فيكم تتواصلوا مع عمرو حايك مستشار الهجرة بالمعلومات اللي مبينة على الشاشة ورح يعطيكم أسعار تفضيلية لمتابعين القناة. خلينا نبلش. تذكروا السنة الماضية عملنا فيديو على موضوع اللجوء إلى كندا عبر الحدود الأمريكية، وبتتذكروا وقتها كمان فصلنا في اتفاقية اسمها Safe Third Country Agreement، اتفاقية الطرف الثالث الآمنة. إذا ما حضرتوا هذيك الحلقة بنصحكم إنكم تروحوا توقفوا الفيديو هلأ وتتابعوا هذيك الحلقة، هاي حتكون تعقيب على بعض المعلومات اللي ذكرناها بهذاك الفيديو، راح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. ذكرنا بهذاك الفيديو وقتها إنه في كتير منظمات حقوقية اعترضت على هاي الاتفاقية بين كندا وبين أمريكا. هاي الاتفاقية بيعترض عليها العديد من المنظمات الحقوقية. يوجد بعض هذه المنظمات في كندا رفعت قضية على الحكومة الكندية تطلب منهم إلغاء هاي الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هاي الاتفاقية تتعارض في الفحوى تبعها مع الدستور الكندي ويتعارض مع الكنديان Charter of Rights and Freedom، ميثاق الحقوق والحريات الكندي. We have two major objections to it. One is that Canada receives very few refugees and that it is wrong for us to be trying to reduce still further the numbers of people who can get to Canada to make a refugee claim. But the second reason is that the US is not safe for all refugees. It is putting refugees' lives at risk if we insist on sending them back to the United States. السبب في ذلك بأن الناس كانت لما تروح تقدم لجوء إلى كندا عن طريق الحدود الرسمية تبعت كندا كان يتم رفض طلب اللجوء بسبب هاي الاتفاقية اللي بتنص على إنه الشخص اللي بدخل على أول بلد لازم يقدم فيها لجوء. يعني إذا أنت اليوم دخلت على كندا أولا بعدين رحت على أمريكا ما بتقدر تروح تطلب لجوء في أمريكا، كان لازم طلبت لجوء في كندا أولا والعكس صحيح. فالناس لما تدخل على أمريكا يقدموا لجوء ما بقدروا يحصلوا على لجوء، لأنه الإدارة الأمريكية بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناهضة لفكرة اللجوء أصلا. لذلك مرات في ملفات لجوء بتقعد في أمريكا عشرات السنين وما بتحصل على لجوء. فصارت الناس شو تعمل؟ لأنه كندا بتستقبل لاجئين بعدد أكبر وبطريقة أفضل، صاروا يقطعوا الحدود الأمريكية الكندية ويروحوا يقدموا طلب لجوء في كندا، إلى أنه هاي الاتفاقية Safe Third Country Agreement بتنص على أنه مدامك أنت في أمريكا لازم تقدم معاملة اللجوء تبعتك بأمريكا وما لازم تحاول تقدم على كندا. إذا قطعت الحدود الرسمية تبعت أمريكا وكندا ودخلت طلبت لجوء في كندا بيتم إرجاعك مرة تانية لأمريكا. هذا الأمر اللي رأت فيه المنظمات الحقوقية بأنه هذا أمر غير إنساني، لأنه في حالة تم رفض طلبات هدول الناس ورجعوا على أمريكا رح يتم وضعهم بالحبس، ومعظم الوقت يتم رفض طلباتهم وترحيلهم مرة تانية لبلادهم، وهذا الأمر يعتبر غير آمن لمقدمين اللجوء. فإذا كندا عم بتشارك في هذا الأمر فهي كندا كمحاكم وكقانون هجرة قاعد عم بخالف الدستور الكندي وعم بخالف ميثاق الحقوق والحريات الكندي. وصدر الحكم في هاي القضية البارحة بأنه فعلاً عدم قانونية هاي الاتفاقية اللي هي Safe Third Country Agreement وإنها تخالف للدستور الكندي. This ruling is not only significant, it is groundbreaking. Amnesty International Canada is one of the groups that was part of the court challenge. This has been years now, really since day two after Donald Trump took office, groups have been calling on the Canadian government to take this step. I think people did see those images of kids in cages in the U.S., of families being separated in the U.S., and people don't realize that our immigration system is intimately tied up with the U.S. immigration system in many ways, and the agreement is one of those. The federal court justice ruled the way the U.S. imprisons refugee claimants violates the Charter of Rights. Today, those who work to help refugees resettle are welcoming the decision. When people are seeking safety,
They're simply seeking safety. We're really happy to see this decision. الآن بعد ما فازت هاي المنظمات الحقوقية في هاي القضية ضد الحكومة الكندية وبيكون الحكومة الكندية معها مدة 6 أشهر عشان إنها تعمل استئناف. خلال 6 أشهر إذا ما قامت الحكومة الكندية بالاستئناف وقدمت نموذج أو تعديل على هاي الاتفاقية تعتبر هاي الاتفاقية بين أمريكا وكندا باطلة وتلغى بشكل تلقائي. بعد ما صدر الحكم كان أول تعقيب صدر عن حكومة المعارضة اللي هي حزب المحافظين الكندي بأنهم بيشجعوا وبيضغطوا على الحكومة الكندية الحزب الليبرالي بأنهم يعملوا مرة تانية استئناف بأنهم يعملوا تصحيح لهذه الاتفاقية. وزي ما ذكرنا بأكثر من مناسبة المعروف عن حزب المحافظين بأنهم حزب مناهضين للهجرة وللجوء بشكل عام. The conservatives want the government to appeal today's ruling and to strengthen the agreement. We have urged the liberals for years now to negotiate with the United States repair and fixes for the loopholes in the safe third country agreement. The federal government is now reviewing the decision and has 6 months to respond. Until then, the agreement remains in place. الخلاصة خلال هاي الست أشهر إذا الحكومة الكندية ما استأنفت قرار المحكمة الفيدرالية بالمستقبل إذا سقطت هاي الاتفاقية أي حدا بيعبر الحدود الكندية الأمريكية سواء كانت من المعابر الرسمية أو الغير رسمية لن يتم إرجاعهم للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا القرار رح يغير برضه في نتائج المحاكم تبعت اللاجئين اللي عبروا الحدود الأمريكية ومستنين المحكمة تبث في قرار اللجوء تبعهم في كندا. مع العلم إنه بسبب الكوفيد-19 الحدود الأمريكية الكندية مغلقة حالياً وأي حدا بيحاول إنه يعبر الحدود طلباً للجوء يتم إرجاعه بسبب الوضع الصحي فقط. هذه كانت أخبار الهجرة واللجوء الجديدة. آمل إنها تكون الحلقة كانت مفيدة لكم وأخذتوا المعلومات وأخذتوا الصافي فيما يتعلق باتفاقية الطرف الثالث الآمنة والتغيير اللي قد يطرق عليها من هون للعام القادم. ما تنسوكم تعملوا لايك لهذا الفيديو وتشاركوه مع الناس المهتمين في هذا الموضوع أو الناس اللي قدمت على اللجوء already في كندا وعم بتحاول تشوف إيش صار بهذا الموضوع. ما تنسوكم تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الإنستغرام وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.